أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. ففي ناحية المجرمين تكلم عن عذاب الدنيا، وكان السياق العقلي السطحي اللي مش من ربنا كان يقول طيب يجيب لهم عذاب الآخرة بقى يبقى شر، ولدار الآخرة شر من عذاب الدنيا، يبقى كان يقول ده العذاب الدنيا يشوفوه وفي الآخرة عذاب شر من هذا العذاب، لكنه لم يقل ذلك، بل جاء وعدل عن هذا إلى المقابل في المؤمنين، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. يبقى في عذاب الدنيا جاب للمكذبين، وفي الآخرة جاب نعيم المتقين. أم قال لك لأن إذا جاء في الدنيا بالعذاب للكافرين ثم جاء في الآخرة بالثواب للمتقين، أخذ من هذا المقابل إن غير المتقي هيبقى لكتب، ويؤخذ من الأول إن النصر ما يبقاش هيشوفش على يشوف المنتصرين، يبقى ما حذف من هنا ما يدل عليه هنا ومن هنا ما يدل عليه إيه هنا، عشان تعرفوا كيف يحبك النظم الإيه القرآن. حتى إذا استيأس الرسل، حتى إذا استيأس الرسل، كلمة حتى دي تدل على إن في غاية، وما دام في غاية يبقى لازم فيه بداية، أسير حتى كذا يبقى فيه بداية وصلت إلى مين، وزي ما يقولوا أكلت السمكة حتى إيه رأسه الله، يبقى فيه بداية ولا لا؟ يبقى هنا حتى إذا استيأس الرسل أين البداية؟ ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه، خلاص، ومدام أرسلناهم يبقى ضمنين أنهم ينصروا، لكن النصر أبطأ حتى استيأس الرسل، لكن النصر إيه أبطأ. الإبطاء ده له مقصودية الابتلاء، ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحمل المؤمنين مهمة هداية حركة الحياة في الأرض إلى أن تقوم الساعة، فيجب أن لا يطلع بها إلا المختبر اختبار دقيق ويمر بمحن كثيرة، فمن صبر على المحن وخرج منها ناجحا فهو أهل لأن يحمله. إنما لما يبعث رسول كده وبعدين يجيب شوية وياه وتنتهي المسألة، لا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله. يبقى لازم يوجد اختبار يمحص، وإحنا عندنا في عرف حركة الحياة عند البشر إذا أهلنا واحدا لمهمة أعلى بنعمل له إيه اللي في الابتدائي وعايزينه بقى سيخلص او خد لحد كده، وبعدين عايزين في الاعدادي واحد ارقى شويه يتملك بعض حركه من حركات الحياه الارقى شويه، وبعدين في التوجيهيه نعمل له اختبار، وبعدين في الكليه نعمل له اختبار، وبعدين في الدراسات الايه في الدراسات العليا. اذا كل ما نكون بنعد واحد لمهمه نوالي اختبارات، ليه؟ حتى لا يذهب الى الموقع إلا من أثبت جدارته في أنه كفء لأن يتحمل إيه القيادة فيما إيه؟ فيما بعد. يبقى المسألة كده كان ربنا يبعث رسول وينصره على طول وتنتهي المسألة، يقول لا، لازم نمحصه عشان ما يبقاش إلا مين، ما يبقاش إلا المخلص اللي ممكن تمام اليقين بأن ما يفوته من الدنيا خير منه عند الله في الآخرة ويسعى إليها كده ركبا. حتى إذا استيأس الرسل، وهل معقول ان الرسل يستيئسوا وظنوا انهم قد كذبوا؟ فاولا استيئس يعني ايه، فيه فرق بين استيئس وبين يائس. يائس يعني قطع الامل من الشيء، انما استيئس بيلح على قطع الامل، الامل لسه ما انقطعش، انت ليه عمال بتلح ليه على قطع الامل؟ يبقى فيه فرق بين ايه، يائس دي قطع الايه الامل، واللي قطع الامل ده
معناه أنه ليس له منفذ إلى الرجاء، والإنسان لا ينقطع منفذه إلى الرجاء إلا إن كان مؤمنا بأسبابه معزولة عن مسببه الأعلى. لكن إذا كان ربنا معطي له أسباب ثم انتهت الأسباب وأكدت، يعني لم تؤدي إلى نتيجة، يقول أنا وهمني إيه الأسباب، أنا لسه ليا الإيه، ليا المسبب. ولذلك يقول لا ييأس إيه من روح الله إلا مين؟ الكافرون. روح الله لأنه هو مش مؤمن بإله، ما بينتحروا ليه؟ بينتحروا لأن أسبابه انتهى، ولا فيش فيه رصيد إيمان يقول لك لا ده أنا ليه يا ربي يخرق لي النواميس ويعمل لي كذا ويعمل لي كذا ويعمل لي كذا. يبقى المؤمن إيه؟ آوي إلى ركن إيه؟ إلى ركن شديد. حتى إذا استيأس الرسل، يعني كان الأصول لا مش يائسهم، ده حرصهم على عاجلية النصر يخليهم يقولوا إيه متى نصر الله؟ طب وظنوا أنهم قد كذبوا. كلمة كذبوا دي الكاف والزاي والباء لا معاني بتاعتها، كذب أدي واحدة خلاص، كذب عليه أدي التانية، كذب أدي التالتة، يبقى تلت إيه؟ ثلاث أشياء. كذب هو، إيه يعني كذب؟ قال قولا مخالفا للواقع، لأن احنا قلنا لما الواحد يجي يتكلم قبل ما بيتكلم العاقل بيولد الكلام على إيه؟ على ذهنه، أنا عايز أقول كذا هيقوله. اللي ما عندوش عقل تدبيري زي المجنون يقول اللي على كيفه، ولذلك يقول لك فلان بيخطرف، يعني ما بيمررش الكلام ده على ايه، لان لو مرره على ذهنه كان ذهنه يقوله لا بلاش دي خلاص. يبقى كم فيه نسبة ذهنية قبل ما يتكلم وبعدين يتكلم بها، تبقى نسبة ايه كلامية عالية. فيه واقع بقى في الخارج عنه، هل الخارج مطابق لما قال ولا مش مطابق؟ فإن كان مطابقا لنسبته الكلامية اللي نشأ عن النسبة الذهنية يبقى إيه صادق، وما كانش مطابق يبقى كذاب. يبقى الكذب هو إيه بقى؟ ألا تطابق النسبة الكلامية النسبة الإيه؟ الواقعية الخارجية. تقول إيه؟ محمد مجتهد، ده واقع ولا مش واقع؟ فإن كان واقع تبقى صادق، وما كانش مجتهد وإنت بتضللني يبقى كذب. يبقى الكذب هو إيه؟ أن تتطابق النسبة الكلامية مع الواقع. الصدق والكذب أن لا تتطابق، يبقى في مخالفة. كويس أوي. كذب في ذاته، يعني قال كلاما لا يطابقه الواقع. طيب قالوا كده متعمد وهو عارف إن الواقع مش كده، ولا قالوا غالبية ظنه زي ما قالوا له بس ما طبقش الواقع؟ أم قال لك أهو ده اللي يبقى افتراء بقى، إن كان عامل إن هو ما حصلش يقول ده حصل يبقى ده افتراء، واخد كذب إيه؟ إنما نقل على معتقد واحد قال له كذا وبعد ذلك نقل الإيه؟ ولذلك الدقيق يقول والله فلان أخبرني إن كذا عشان يخرج من إيه؟ ولذلك يجب أن يفرق العلماء حين يبحثون في قضية الصدق والكذب والنسب أن يفرقوا بين كذب المخبر وكذب الخبر. كذب المخبر وكذب مين؟ الخبر. في فرق بين كذب الخبر في ذاته وكذب الايه؟ كذب المخبر. المخبر اخبر على ما اعتقد هو يبقى ايه؟ يبقى الخبر كاذب، انما المخبر مش كاذب، ولذلك ما بنسميش مفتري، ما افتراش. فاذا كان الذي يكذب على واحد يكذب من الغير، كذب نقول له لا انت كذب في دي، يبقى كذب تيجي من مين؟ من المقابل لمين؟ للي كذب. انما كذبه حدثه كذبا، كذبه حدثه ايه؟ كذب. طب تعالى بقى هنا الآية بقى، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد إيه؟ كذبوا ولا كذبوا؟ في قراءة كذبوا وفي قراءة اللي معانا إحنا إيه؟
كذبوا. كذبوا يعني ايه؟ يعني حدثهم غيرهم كذبا، ظنوا ان الكلام اللي قال ده كده، ما هو شويه ما هوش واقع. طب ازاي دي يظنوها؟ من الذي ازاي؟ قال لك لان الرسول حين يطلب من قومه الايمان يقوم يتعلق بان ادله صدقه تاتي بالنصر، يقوم تجي له خواطر، هذه الخواطر يخاف للي بيسمعوه يقولوا ايه ده كذب علينا، ده كذب علينا، يقوم يقول متى نصر الله؟ مش علشان هو مش واثق من النصر، بل خاف للي مقابلين يقولوا ايه ده هو كذب، ايه كذب، ايه كذب علينا. ليه؟ لان كلمه الظن احنا قلنا الظن اخبار بالراجع، وهل الرسل يظنون ان الله كذبهم؟ نقول لا، انما كذبتهم انفسهم هم لانهم ظنوا ان النصر بسرعه، يبقى ساعه ما قالوا ده النصر هيجي بسرعه هم اللي ايه اللي ما حققوش المساله وخدوا البطء ده دليل على ان ما فيش نصر، او انهم خافوا على الغير انهم ايه انه يكذبوا، وظنوا انهم ايه كذبوا. كذبوا يعني حدثوا بالنصر كذبا، من اما ان يكون من القوم ان الرسل حدثوهم بالنصر كذبا، واما ان يكون الرسل فهموا ان النصر يجي عاجل على طول كده، نقول له لا، اهي نفسك كذبتك في دي، لان النصر لابد ان ايه ان ياخذ حدوده، لان الله لا يعجل بعجله العباد حتى تبلغ الامور ما اراد. حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، وشوف بقى النصر لما يجي بعد الزلزله الشديده دي يبقى موقعه ايه؟ أم قال لك ده هيبقى موقعه موقعين، موقع الماء من زلغل الصادي، هب انك جالك كوبايه ماء وانت مش عطشان، موقع الماء منك يعني، مش انما يجي لك بعد ما تتحرك عطش كده وتقعد مش عارف يا سلام ساعه ما تيجي كوبايه. كذلك النصر اذا ابطا على المؤمنين يبقى لما يجي النصر يبقى له ايه؟ كموقع الماء من زلغلات الصادي. وايضا فان ابطاء النصر يعطي غرورا للكافرين، والغرور يجعلهم ايه يتمدوا قوي، وبعدين يجي النصر تبقى المساله شديده بالنسبه لهم ولا لا. يبقى اذا تضعيف الفرحه بالنصر وتضعيف الغم على مين؟ على الكافرين. حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا، كذبوا من كذبهم؟ نفسهم، كانوا عايزين نصر عاجل، توهموا ان النصر يبقى عاجل، او كذبوا من مين؟ من الجماعه التانيين دول، قالوا الجماعه دول كذبوا علينا. فنجي من نشاء، ما هو جاءهم نصرنا، نعم، وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. ما دام النصر يجي يبقى لابد ان توجد هزيمه في المقابل، يبقى نجي من نشاء فانتصر، وبعدين لا يرد بأسنا عن لا يرد بأسنا. طب ده الهزيمه فيها بأس؟ قال لك لا، ده لسه في بأس، ايه لسه في بأس تاني. حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة، في قصصهم السورة موجودة لقصة يوسف، أي إن أردت يوسف وإخوته يبقى في قصصهم، أو المهم قضية في كل قصص الأنبياء، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاد. يبقى إن قلت لقد كان في قصصهم عبرة، أي يوسف إيه، ولذلك في أول سورة لقد كان في يوسف إيه وإخوته آية للسائلين، يبقى ملحوظ الاثنين ولا لا؟ اليوسف والايه والاخوه، هذه في قصصهم، او الرسل كلها، كل الرسل وكلا نقص عليه. لقد كان في قصصهم، او في قراءه قصصهم، يعني يا قصه يا قصص، يا قصه يا ايه يا قصص، اسم او مصدر. لقد كان في قصصهم، وقلنا قصص معناه من الحق سبحانه وتعالى ان شيء ما فيش فيه تزايد، ولا عملنا كده حتى عشان نعمل حبكة قصصية، ولا انحرفنا كده
لا من قص الاثر. قص الاثر انهم كانوا يجيبوا قصاص الاثر عشان يشوفوا الاقدام كده ماشيين يتبع الاثر كده، لا زاد ولا ايه ولا نقص. لقد كان في قصصهم عبره. احنا قلنا زمان حينما تعرضنا الى شرح قوله سبحانه ان كنتم للرؤيا تعبرون، قلنا العين والبه والر كله تفيد التعدية من خفي من جلي الى خفي، تفيد التعدية من ايه. طب العبرة اللي ناخدها من القصة دي اللي قدامي علشان تعمل فيا ايه؟ عشان اخد من الجلي دي صورة للخفي ما اعملش زي ما عمل، او ان كان كويس اعمل زي اللي عمل. يبقى انا عايز انتقل من ايه؟ من حال الى حال بواسطة ايه؟ بواسطة القصة دي. اخد القصه دي، الظالم انتكس، اما اخد منها عبره، يبقى انا ابني حياتي على ان لا ايه الاصل، والمظلوم انتصر. ان انظلمت ما ازعلش، يبقى اعبره من واقع الى ايه؟ إيه؟ الى منتظر، او من جلي الى خفي. وعبر النهر، طب ما هو اصلا انتقل من الشط ده لمين؟ للشط ايه دي؟ طيب تعبر الرؤيه، ما هي الرؤيه جايه رمزيه، تبقى انت انتقلت من ايه؟ بتعبرها يعني بتنتقل من ايه الى تشرحها يعني تحولها، يبقى انتقلت من خفي الى ايه؟ الى جلي ولا ما هو انا تعبير الرؤيا يعني ايه؟ اعطائك المطلوب منه. طب انتقلت من خفي الى جلي ولا لا؟ طب والعبره الدمعه حزن مدفون في النفس البشريه دلت عليه الايه؟ الدمعه، يبقى برضو انتقلت من جلي الى ايه؟ الى خفي. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. العبرة قد تمر ولكن لا يلتفت لها إلا العاقل اللي قاعد يمحص الأشياء، إنما اللي بيمر على المسائل مر الكرام كده ما يبحث فيها، ما ينتفيش بالعبرة ولا أي حاجة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أي أصحاب العقول. يسموا الألباب جمع لب، واللب هو جوهر الشيء المطلوب، مش القشر يعني، فيه قشر، القشر معمول عشان يصون مين؟ يصون اللب، يبقى المقصود ايه؟ اللب. طب وسمينا العقل ايه؟ اللب ليه؟ لانه هو اللي يهدي لك الى جوال الاشياء، ينطر القشور كده ويديك الايه؟ الخير اللي في الايه؟ في الاشياء. لأولي الالباب ما كان حديثا يفترى، مش قصة عاملينها كده علشان زي ما بينعملوا القصص دلوقتي مثلا، حديث كده ويقعد بقى يجيب فيها بقى ويدخل فيها اللي ما يحصلش وإلى آخره. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديك. يقال بين يديك يعني سبقك، وخلفك أنت تسبقه. إذا كان ناس ماشيين طابور يبقى اللي قدامك اسمه بين إيديك، واللي وراك يبقى اسمه إيه؟ من خلفك. ده إذا نظرنا إلى الإيه؟ إلى كده. بين يديه يعني السابق له اللي هي إيه؟ الكتب السماوية التانية. يبقى القرآن، القرآن جاي ليصدق إيه؟ الذي بين، تصديق الذي بين يديك. مش بين يديه هي اللي بتصدق القرآن. لا، هذا القرآن هو المهيمن. القرآن هو الايه؟ هو المهيمن، ومهيمنا عليه، مش قايل كده في القرآن؟ ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، اي من الكتب الايه؟ السابقة، وتفصيل كل شيء. بقى بيصدق الكتب التي اللي سبقته ويفصل كل شيء. التفصيل معناه ايه؟ إعطاء كل جزئية من الأمر حكمها في جزئية، تفصيل، مش كلام مجمل كده، لا بالتفصيل. دي حتى احنا بناخدها في أعراضنا العامة، يقول لك ده فلان اشترى بدلة، ده تفصيل. تفصيل يعني إيه؟ يعني متخذ على إيه؟ على المقاس بتاعه، مش جاهز وبعدين نقيف إيه؟ لا، هي إيه؟ تفصيل، يبقى محكمة إحكام إن كل حاجة إيه؟ على قد إيه؟ تفصيل في العقيدة. لان مثلا العقيده الناس بتعتقد ان ايه؟ ناس يعتقد انه ما فيش اله مثلا، وناس يعتقد يقول لك يا شيخ ما فيش اله، ده الهه متعدده،
بقى من ما فيش اله لاله متعدده بقى يعني كلام مش. طب ما فيش اله دي ينتهي ازاي؟ طب كنت يعني توسطوا بقى قولوا في اله بس واحد، مش كده معناه؟ لكن واحد يقول ما فيش اله والمقابل يقول لك ايه؟ الهه متعدده. الله، طيب الهه متعدده ليه؟ قال لك يا اخي لان الحاجات اللي اتعملت في الكون دي اكبر من ان يقدر عليها واحد. ده عايزه اله للسماء واله للارض واله للحيوان واله للنبات واله مش عارف كل حاجه دي. وده معقول ان يبقى؟ نقول له طيب يا اخي الاله اللي هيبقى لدي يبقى عاجز في الناحيه الثانيه ولا مش عاجز؟ يبقى عاجز، يبقى اله وعاجز كده وسيف اله ده. يبقى لازم يتكتفوا يا بعض يعني تبقى مش الوهيه دي. طب نسمع كلام مين بقى ان شاء الله؟ نلتفت لمين؟ ولذلك هناك ربنا يضرب لنا المثل ايه؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. يا ريت الشركاء متفقين، ده الشركاء مختلفين. عبد مملوك لشويه شركاء والشركاء بينهم نزاع، ده يقول له اقعد يقول له تعالى وده يقول له اقعد يقول له كل ايش ايه الخيله دي. ضرب الله رجلا مثلا فيه ايه؟ شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. هو ده بيتلقى اوامره منه ولا هو الواحد هو لوحده. يبقى نقول اللي مرتاح يبقى سلما لايه؟ لرجل. قال لهم يا ناس اللي ما بتقوش في اله، مش معقول ان الصنعه اللي موجوده في الكون دي تيجي كده، وانتوا الناس اللي بتقولوا الهه متعدده اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. يبقى لازم نبقى تيجي نفصلها كده نقول لا هو فيه اله بس اله ايه؟ اله واحد. وبرضه نيجي نفصل لتفصيل في العقائد، تفصيل في الاحكام، كل حاجه يجي لها حكم ايه؟ حكم مفصل على قدها بحيث ما تقدرش تنقل دي الى ايه؟ الى دي. الايات برضه في تفصيل الكتاب، تفصيل الكتاب دي لها هنا ودي لها ايه؟ لهنا. لما تيجي تمسك مثلا الايات المتشابهه في القران تقوم تيجي تقول الله ما هي دي ايه واحده، اشمعنى دي كده واشمعنى ده؟ اصلها تفصيل، هي مش ايه عامه كده واخده. يقول لك مثلا كيف يكون الحق سارعوا الى مغفره، سارعوا الى ايه؟ مغفره. وبعدين يقول يسارعون مش الى الخيرات، يسارعون في الخيرات. مره يقول الى ومره يقول ايه في، يقول له اصلها تفصيل، هي مش ايه كده واحده كده، ده جاء تفصيل. دي ما يناسبهاش الا الى، ودي ما يناسبهاش الا ايه؟ الا فيه. ليه؟ لان يقول سارعوا الى مغفره، انتم خارج المغفره الان والمغفره هتيجي بعدين، تبقى سارع اليها ولا لا؟ تبقى الغايه لسه، لكن سارع في الخير. انت دلوقتي في الخير برضه انتقل الى ايه؟ الى خير. يبقى يسارع في الخير، يبقى دل على انه في خير ونطلب منه ان يزيد في الخير. لكن سارع الى كذا، يبقى انت ما عندكش دي، بس تسارع ايه؟ تسارع ايه؟ تسارع الى كل واحد. ان ذلك من عزم الامور، ان ذلك لا من عزم الامور، تقول له ما مش 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 مش, مش جاهزه، دي برضه تفصيل، دي تناسب دي ودي تناسب ايه دي؟ لان دي وردت في المصائب لها غريم، وديك وردت في المصائب لا غريم فيها. افرض انني مرضت، من غريمي في مرضي؟ مفيش حد غريمي، خلاص. ما دام مفيش غريم يبقى مفيش خصومه، مفيش لدد، تبقى الصبر مش عايز عزيمه قوي بقى. لكن لما يكون لي غريم، واحد ضربني، واحد قتل ابني، واحد عمل فيا، هيبقى لي غريم قدام ولا لا؟ بيوهج فيا الشر ولا لا؟ يبقى دي عايز ايه؟ تبقى دي اللي عايزه تتاكد. ولذلك يقول لك ولمن صبر وغفر، كان له غريم، ان ذلك لمن عزم الامور. انما ديك اصبر على ما اصابك، ان ذلك من عزم الايه؟ من عزم الامور. ما اكدهاش. ليه ما اكدهاش؟ لان اصل دي ماليش فيها غريم، انما دي اللي فيها غريم عمال يلح على كل ما اشوفه يهيج فيها الشر. يقول لك لا من عزم الايه؟ الامور. يبقى كل حاجه ايه؟ تفصيل الكتاب، كتاب مفصل صلة اياته، يعني كل حاجه لها ايه؟ زي ما قلنا زمان لا تقتلوا اولادكم من املاق ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق. وهو يقول لك نحن نرزقهم واياكم، والثانيه نحن نرزقكم. واحد سطح يقول لك مره يقول لي كده ومره نرزقكم واياهم ونرزقهم واياكم، نقول له ما هي تفصيل. أصلها جاية تفصيل. ليه؟ لأن صدر الآية مختلف. لا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني فكأن الفقر موجود. طب وإذا كان الفقر موجود يبقى الإنسان يشتغل برزقه قبل ما يشتغل برزق ابنه، مش كده ولا لا؟ ف
فلما يقول ما دام الفقر موجود ولا تقتلوا اولادكم من املاق نبقى نحن نرزقكم، لان شغلك برزقك قبل شغلك برزق مين اللي يجيلك. لكن اذا خشيت املاق خايف لا تفتقر، يبقى انت ما انتش فقير دلوقتي، يبقى انت خايف من مين بقى، على نفسك ولا على الطارق؟ قال لك نحن نرزقكم هم واياكم. يبقى تفصيل ولا لا؟ وتفصيل كل شيء، كل شيء تحتاجون اليه في امر دنياكم واخرتكم. الشيء اللي فيه يمكن تفصيل كل شيء، الشيء اللي مش عندك. ولذلك ايه؟ واوتيت من كل شيء، بقى هي بالقيس ملكة سبع، اوتيت من كل شيء في الدنيا، لا اوتيت من كل شيء يمكنه ان يكون لها، اوتيت من كل شيء يمكنه ان يكون ايه؟ يمكنه ان يكون لها. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، تفصيل كل شيء، قال لك كل حاجة زي ما قلنا زمان لما سألوا قالوا طب انت بتقول ان القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقل لي الكلة الدقيق فيها كم رغيف، لازم الرغيف ده كان متفق عليه مفهوم يعني قد كده ولا. فأجاب خباز وسأله قال له يا اخوان الكيله دي بتعملوا منها كام رغيف؟ اي من المعروف لنا دي؟ قال له كذا. قال له انت بتقول في القران؟ قال ايوه، هو في القران قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، احال كلا على اهل الذكر فيه، يبقى خلاص اداني كل حاجه. نعم. وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون. الهدى معناه الطريق المؤدي الى الخير. الطريق المؤدي الى الخير دي هينقسم قسمين، هب ان ناس كانوا بيعملوا شر يبقى نرجع عنه ونبقى دي نشفيهم من هذا، ورحمه ما نخليهمش يقعوا في المرض. يبقى اذا فيه ملحظين، فيه دي المنهج القراني، يجي وقاء ويجي علاج، علاجي لمن وقع في المعصيه ووقائي لمن لا يقع في، نقول له ما تقعش. يبقى الرحمه وننزله من القران ما هو ايه؟ شفاء. شفاء لمين؟ للمريض اللي عنده ذنوب نقول له اعمل كذا ويرجع عن الحكايه دي. طب واللي ما عندوش؟ رحمه في ان لا يقع في ايه؟ ان لا يقع في مرض. وهدى ورحمه لمين؟ لقوم يؤمنون بالاله الواحد الذي خلقك وصنعك ووضع لك قانون صيانتك. يبقى منطقي انك انت تسمع كلامه ولا لا؟ ده انا اي واحد بيصنع صنعه بشوف الكتالوج اللي هو عامله، كذلك الصنعه اللي صنعها ربنا هو الانسان، الكتالوج اللي عامله هو المنهج. يبقى كل شيء نرده لمين؟ للمنهج الله. فان كنت مؤمنا بالله فخذ الهدى وخذ الايه؟ وخذ الرحمه. نسال الله ان نعطى هذا كله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم راء. احنا طبعا تكلمنا طويلا عن الحروف المبتدأ بها الصور في ألف لام ميم وألف لام ميم راء وألف ميم صاد وحاميم ونون وقاف وصاد، كل ده تكلمنا فيه وقلنا ما فيه الكفاية. ألف لام ميم راء، بس اللي أحب أأكد عليه أنك أنت تعرف أن آيات القرآن كلها مبنية على الوصف مش على الوقف، ولذلك تجي في آخر أي سورة تقوم تجدها مشكولة على أنها موصولة بما بعدها مش على الوقف. فكان المفروض أن ألف نقول ألف لام إيه؟ ميم على الوصل، لكن دي جت على الوقف. ألف لوحدها، ألف مبنية على الوقف، لام على الوقف، ميم على الوقف، راء على الوقف. إنما لو على طريقة القرآن في جمله وآياته كل مبني على الوقف كان يقول إيه؟ ألف لام ميم راء. شوف دي اتخلفت على ان المسائل تبقى توقفيه، هنا تتقري كده وهنا تتقري كده. التزام، الالتزام معناه ايه؟ انك انت تيجي في الشيء
والشيء اللي يشبهه تقول لك لا ما هيش يا اخوة ده تفصيل، دي تيجي كده ودي تيجي ايه ودي تيجي كده. ليه؟ علشان يبقى تقول لك تعال احنا في الف ولام ومين بدأت بها صور، فبنقرأ في البقرة وفي آل عمران مش كده، ونقول ألف لام ميم أهي هي ألف ولام وميم، وبعدين أبص ألم نشرح لك صدرك، الله طب ما هي ألف إيه ولام وميم، طب وإيه قلت ألم نشرح لك صدرك ودول قلت ألف لام ميم، طب وده أعرفها إزاي بقى عشان تعرف إن كل سماع اللي تسمعه تقوله اللي تسمعه، ويبقى في اللي زي بعض دول دي لها وضع ودي لها ايه ودي لها ايه وضع. تلك آيات الكتاب، تلك يعني الصور اللي جايه دي آيات الكتاب، آيات من الكتاب، لأن الكتاب هيشمل من أول بسم الله الحمد لله إلى الناس، يبقى دي ايه آيات، لأن الإضافة عندنا على ثلاث معاني، مرة تأتي الإضافة بمعنى من، مرة تأتي الإضافة بمعنى في، مرة تأتي الإضافة بمعنى إيه اللام. نيجي نقول مثلا مال زيد، مال لزيد مش كده، ده إذا كان مالك، وقد يكون مختص بس مش مالك، زي إيه اللجام، لجام الفرس، لجام الفرس، هو الفرس ملك اللجام؟ لا، ده مختص به، يبقى يا لام الملك يا لام الاختصاص، ادي الاضافه بمعنى ايه معنى الله كلام اول. مره تكون الاضافه بمعنى من، اردب قمح، يعني اردب لقمح، هو القمح اللي ملك الاردب، ولا اردب من قمح، يبقى الاضافه بمعنى ايه من. طيب مكر الليل، مذاكره المنزل، أو مذاكرة المسجد خير من مذاكرة المنزل، مذاكرة إيه؟ في، يبقى الإضافات كلها تأتي بمعنى إيه؟ يا اللام للملك أو الاختصاص، وتأتي بمعنى في، وتأتي بمعنى إيه؟ بمعنى من. آيات الكتاب إضافة إيه؟ تبقى آيات إيه؟ من الكتاب، آيات من الإيه؟ من الكتاب. الكتاب اللي هو إيه؟ الكتاب اللي هو القرآن. ده كلام معقول. إذن اطلق الكتاب ينصرف الى مين؟ ليه؟ لانك انت لما تقول فلان رجل وفلان رجل وفلان رجل وفلان رجل تعدد كده، وبعدين تقول فلان الرجل، اكن الرجوله في غيره ليست ايه بحيث اذا اطلق ما تنصرفش الى مين، تقول مثلا فلان ده فلان شاعر وفلان شاعر، لما فلان الشاعر اللي يقال له شاعر بحقه ايه، تبقى كلمه الكتاب اذا اطلقت انصرفت ايه في العقائد الى القرآن، والكتاب في النحو ينصرف الى كتاب مين، كتاب سيبويه، يقول لك جاء اللي بيقول قواعد النحو لك وجاء وقال في الكتاب اي في كتاب سيبويه، يبقى اذا الكتاب اسمه قلب علم بالغلبة، علم بالغلبة. تلك آيات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق، ما هو قال وتصديق الذي بين يديه، مش قال كده قبل كده، والذي انزل اليك من ربك الحق. ليه اشمعنى؟ ام قال لك لان الذي يخالف الحق، ما مراده من مخالفه الحق؟ انه يكسب بمخالفه الحق شيء ما كانش له، هو ربنا مش عايز يكسب منكم، يبقى يقول ايه، يبقى يقول الحق. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد، كلمة الله ده علم على واجب الوجود مطمور فيه كل صفات الكمال، ساعة ما تقول الله يعني أكنك قلت القادر الضار النافع السميع البصير المعطي المش الماء، كل دي كل الصفات تيجي في مين؟ زي ما تقول مثلا العالم المشخص زيد، زيد ده ايه؟ قال لك يا اخي ده عالم، تبقى زيد العالم، وغير العالم ده تاجر كمان وبيتاجر وتاجر، طب وايه كمان؟ وبيشعر وشاعر، لا وكاتب كمان، الله، والكاتب ولما يجي في حرب ولا في شكل هيبقى شجاع،
تبقى لما تقول زيد جت في كل الايه، كل الصفات الكماليه اللي تنعرف له. فاذا قلت الله واجب الوجود الله، ولذلك انت كل شيء لا يبدا ببسم الله. بسم الله ليه بنقول بسم الله؟ عشان انت ما سخرتش الاشياء بذاتك، ده بتسخير الله لك. يعني لو ما سخرهاش ما تقدرش عليه، يبقى انت بتدخل عليها لتستخدمها بايه؟ باي حيثيه؟ بحيثيه ان الله زللها لك فزللناها لك. لو لم يزللها ما تقدرش تستفيد منها. يعني قلنا زمان قصه الجمل اللي البنت الصغيره تمسكه كده وتنخخه وتمسكه كده تقومه الجمل، وبرغوت يجي للواحد بالليل يقلق عليه حياته. على ايه؟ ما زللوش، ربنا زلل ده ولا زللش دي علشان يبين لي انها مش اطرت. فزللناها له فمنها ركوبهم ومنها ايه؟ ومنها ياكلون. يبقى اذا لما تيجي تقبل على اي عمل عايز قدره تقول باسم القادر، بالقادر اللي اداني شويه قدره. طب وحاجه على مال تقول الغني الله، تقول مثلا البسط، الباسط، الدار، الدار. يبقى كل عمل عايزه قد يكون عايز قدره وعايز حكمه وعايز غنى، يعني مال تموله. تقوم تقول ايه؟ باسم القادر، باسم الغني، باسم الضار، كل ده تقوله. فقال لك لا، اكتفي وقول بسم الله لانه جامع لكل صفات الكمال. الله يبقى جامع لصفات الايه؟ اسم الله الايه؟ اللي جامع لكل صفات الكمال، او لذلك بيسموه علم على واجب الايه؟ الوجود. الباقي صفات، انما صفات لا توجد كمالا مطلقا الا فيه، فصارت كالاسم العزيز على اطلاقه الله. انما بتقول فلان عزيز قومه، مش كده ولا لا؟ فلان غني وفلان فقير، انما الغني على اطلاقه الله. يبقى بقت اسماء صفات ايه؟ صارت الى مرتبه الايه؟ الاسماء، لانها اذا اطلقت لا تنصرف الا مين؟ الا اليه. وقلنا اما ان تكون اسماء ذات، واما ان تكون اسماء الصفات. اسماء الصفات واسماء الذات تعرف دي ازاي؟ ام قال لك اذا كان الاسم ملوش مقابل يبقى ده صفة ذات العزيز، انما صفة الصفة والفعل المعز لازم يجي لها مقابل، والمزيل لو معز بس ولا يقدرش يزيل يبقى ما يبقاش اله، لو باسط ولاهوش قابض يبقى ما ينفعش اله، مش كده؟ لو ضار ولا ينفعش يبقى نافع يبقى ما ينفعش اله. يبقى فيه صفة ولا ايه مقابل، لان فعلها في الغير، انما عزيز في ذاته ومعز لغيره ومذل لغيره. الله يبقى الجامع لكل صفات الايه؟ الكمال. اللي عرفناه اللي نشأت منه هذه الحياة، وفي اسماء تانية علمها الله لبعض خلقه، وفي اسماء تانية هنعرفها ان شاء الله حين نلقاه. وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ايه؟ ناظرة ان شاء الله. الله الذي رفع السماوات، مسك لي من العالم العلو على طول، ما جابليش من الارض الاول، من العالم الايه؟ العلو. رفع السماوات، كلمه رفع اذا استعملتها استعمال بشري تدل على ان شيئا كان في وضع ثم رفعته عن موضعه الى اعلى، ورفع ابويه على العرش، أبوي قاعدين كده ورفعهم على العرش حطوه، تبقى رفع السماوات. هل كانت السماوات يعني موضوعة كده وبعدين ربنا رفعها؟ لا، رفع السماوات خلقها مرفوعة، خلقها إيه؟ رحمة الله على سيدنا الشيخ عبد الجليل العيسي كان يقول إيه؟ لو قلت سبحان من كبر الفيل، هل الفيل ده كان صغنن كده وربنا كبره ولا خلقه كبيرا؟ طب سبحان من صغر البعوضة، هي كانت كبيرة قوي كده وبعدين ربنا صغرها ولا هي خلقها على هذه؟ الله الذي رفع السماوات أي خلقها إيه؟ مرفوعة بغير عمد. الله، كأن الرفع دي كان مقتضاه إن يفيها عمد تشيله، يفي حاجة تمسكه من فوق. السماء نبص لها نشوف كده، ونمشي الى امتداد الافق، وده يمشي كده يقول له ما انصدمتش في عمود؟
حدش انصدم في عمود ابدا. الله، والافق ينطبق السماء على الارض كده، يا ما انطبقتش ولا حاجه، انما بصرك انتهى هنا فانطبقت. ده يمشي كده وده يمشي كده، قول يلا ايه نمشي في كل اتجاه، نقوم لما نلاقيش لا عمود ولا اي حاجه، يبقى اذا هي مرئيه هكذا ولا لا؟ يا ترى من غير عمل مرئيه ترونها كذلك، يعني من غير عمل مرئيه، ولا ما فيش عمد خالص؟ احنا بنشوف ما فيش عمد خالص او ما فيش عمد مرئي. ليه؟ ام قال لك لان يمكن حاجه ثانيه، لان احنا قلنا ما دام اترفع شيء اترفع، يبقى ايه؟ يا شيء شايله يا شيء ايه ماسك. ربنا جاب الجهتين الاثنين، يمسك السماوات ان تقع على الارض الا باذنه من اعلى. يبقى ان كانت من اعلى ممسوكه من اعلى، يبقى مش عايزه ايه؟ مش عايزه عمد، مش كده ولا لا؟ طيب يمسكها يعني ايه؟ تضع لها قوانينها الخاصه، قوانينها الخاصه اللي ما نعرفهاش لسه. انما احنا لو جئنا بمسح للدنيا بواسطة الأشياء والأقمار الصناعية اللي بيعملوها وبواسطة السياحات، لن نجد عمد. ويتبارى المهندسون الآن في أن يكبروا سقوفا بغير عمد. كل ما يتقدم العلم عايزين يعملوا إيه؟ سقف. ويقعدوا يتفننوا بقى، يعملوا عملية الشد وعملية المش عارف إيه وعملية إيه وعملية كل أهي، وإحنا عم نعملها في مساحة لا تتجاوز كم متر، وعمالين ايه متعبين. وبعد ذلك نقول له برضو العمد بس اصلها مش في الله، ده جاي في الجوانب. هو انا اقول السقف مالوش عمد، طب والجدران بتعمل ايه يا حضرت؟ الجدران موجوده يا اخويا، ايه الحكايه بتاعتك دي؟ يبقى رفع السماوات بغير عمد. عمد قالوا فيها اسم جمع، اظن يمر عليكم التعبير ده، اسم جمع. يبقى فيه جمع وفيه اسم ايه؟ اسم جمع. الجمع ما يدل على متعدد اكثر من اثنين، يعني هذا الجمع. لكن ان كان من الجموع المعروفه في جموع التكسير، فيه برضه تكسير بالسين وفيه تكثير بالثاء. تكسير بالسين لها معنى وتكثير بالثاء لها معنى، لان الجمع ما دام اكثر ما يدل على اكثر من اثنين، نقول له بتغير صيغه المفرد ولا بتخلي المفرد زي ما هو وتزود علامه للجمع. صائم لما بدك معه اقول ايه؟ صائمون. تبقى صائم هي هي ولا لا؟ بس انا جبت علامه مين؟ الجمع، قلتها في الاخر يا صائمون يا صائمين حسب الموقع الاعرابي، او صائمات. الجمع فضل زي ما هو ولا لا؟ يبقى المفرد سلم في بناء الجمع سالم. المفرد يسموه جمع سالم، جمع سالم لمذكر زي صائمون، ولمؤنث صائمات. يبقى ده اسمه جمع ايه؟ سالم. سالم يعني ايه؟ يعني المفرد ما تغيرش، هو صائم واحنا جبنا بس الواو والنون. صائمون صائمات، يبقى اسمه جمع مذكر سالم او جمع مؤنث سالم، لان مفرده قد سلم من التغيير على الاول. طب قفل، قلنا اقفال، الله، ده المفرد اتبهدل خالص. يبقى لم يسلم بناء المفرد وغيرنا الصيغه. كتاب، مره يتغير بالنقص ومره يتغير بالزياده. كتاب، اجمعوا كده يا اخوي، كتب نقصت. وقفل اقفال، الله، ده زادت. يبقى المفرد اتغير ولا ما اتغيرش؟ يبقى اسمه تكسر، تكسر بالسين المفرد. فإذا كان جمع لحد عشرة يبقى جمع قلة، وإن كان أكثر من عشرة يبقى جمع كثرة بالثاء. يبقى جمع التكسير هو أن صورة المفرد تتغير، وجمع المذكر السالم صورة المفرد هي هي ونزود العلامة بس. التكسير بالسين هيبقى قسمين، يا ترى يدل على قلة إلى عشرة من ثلاثة لعشرة، يبقى ده اسمه جمع إيه؟ قلة. وان اكثر من عشره يبقى جمع ايه؟ كسر. جموع القله له اوزانها المعروف، افعله افعل ثم فعل ثم افعال، هي دي جموع القله. وما بقي اسمها جموع ايه؟ كثره بالثاء. ايه اللي جابنا ده بس؟ وكلمه عمد بقى
اهي عمد جمع عمود وجمع عماد، انما ليست من الصيغ المعروفه في جمع التكسير. يبقى اسمها اسم جمع، اسم مش جمع، انما اسم لجمع، اسم مدلوله جمع كقوم ورهط. والى لقاء اخر ان شاء الله.